مدرسة المستثمر الفلاحي لفبياس اتكونت باش الفلاحات والفلاحين اللي عندهم مستغلات صغيرة يتحصلوا على معلومات وإرشادات مفيدة تساعدهم في تحسين جودة الإنتاج وحسن التصرف في الموارد متاعهم، وهذا بطبيعة الحال يعاونهم على الزيادة في المربوح ويضمن لهم نجاح مشاريعهم. لفبياس تنظم في الوسط الفلاحي دورات تكوين تدوم 5 صبحيات مسترسلة، يشرف عليها خبراء تلقاو تكوين خصوصي أهلهم لتنشيط الحلقات هذه. محاور التكوين عددهم 12، عندهم علاقة مباشرة بالنشاط الفلاحي وخاصة تربية الأبقار الحلوب. يقدمهم المكون بلغة مبسطة بالاعتماد على تمارين وعلى تجارب الفلاحة. أول ما بدأت لفبياس بدأت في الدول الأفريقية في 2010 مع المنتجين متاع الكاكاو، وبعد دخلت لتونس في 2016، دخلت في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص، لأن نحكي على ديليس، مجمع ديليس ووكالة النهور بالاستثمار الفلاحي وديوان تربية الماشية وتفير المرعى. لفبياس هي تكوين في حسن وكفاية التصرف في مشروعك الفلاحي وموجهة للفلاحة الصغار والمتوسطين. لفبياس قوتها اللي هي تفيق الفلاح وتخليه ياخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، مش نجم يربح اكثر وتكون الانتاج والانتاجيه نتاعو خير، ولهنا هذاك علاش نقولوا لفبياس يساوي فلوس، ممكن نقولوا فلوس ونقولوا لفبياس. مشينا لمنطقة تيبار في ولاية بيجا وحضرنا دورة تكوينية FBS دامت 5 صبحيات، شاركوا فيها فلاحات وفلاحين من المنطقة، استفادوا وتفاعلوا مع المكونين. المنحة اللي باش تاخذ عليها البقرة المؤصلة، خاطر هذه بقرة بقرة مؤصلة معناها أجري من الدولة، معناها باش تاخذ عليها منحة. والمحور الثاني شنو فيه؟ الفلاح يقول لاباس عليه. نظمنا دورة تكوينية من 28 مارس ل 1 أفريل في لفبياس في منطقة عين الدفالي اللي هنا موجودين فيها على عين المكان. عدد المشاركين المتكونين في الدورة التكوينية هذه 34، منهم 14 عنصر نسائي. بالنسبة للمحل للتكوين هذايا يحكي معناها على تخطيط، على وحدة القيس كيفاش نحسبوا ونقيسوا أراضينا بالصحيح ونحسبوا الكمية الصحيحة متاع العلفة اللي باش نعطوها للبقرة. عندنا محور التغذية، عندنا احتساب الطرق المثلى، ندولوا نطبقوا الطرق المثلى للإنتاج. عندنا محور التنوع كيف اللي هو مهم برشا، لازم ننوع في الأنشطة متاعي باش كان فما مشكلة في نشاط معين ولا حاجة نجم نهزوا بالنشاط آخر. عندنا التصرف المالي، نوروا الفلاحة كيفاش الخيوط الصحيحة باش يتحصلوا على قروض، شنو هو الامتيازات، شنو هو الحاجات اللازمة. عندنا محور الجودة كيف اللي يتخص الحليب. من ضمن المحاور أيضا اللي طرقنا لها في الدورة التكوينية هذه اللي هي كيفية تحسيب المصاريف والمداخيل وباش يحسب المرابيح متاعه، وأيضا لازم يحسب كلفة الوحدة اللي هي مهمة برشا باش يحسب قديش تكلف عليه إترة الحليب ولا قنطار القمح ولا كل شيء باش يعرف قديش السوم اللي يبيع بيه. نشجع زاد على التنظيم المهني اللي هو تكاتف جهود كل الفلاحة هذية باش ينجموا يصعدوا بالقطاع وينهضوا بيه. حكم أني نسكن في المنطقة وفيها منتوج فلاحي معناها ثري برشا متنوع، فيه الكرموس، فيه الأبقار، فيه تربية الماشية، عجبني برشا التكوين، استفدنا فيه برشا، تعلمنا برشا حاجات ما كناش نتبعوا فيهم، منهم الطرق المثلى، تعلمنا كيفاش نحسبوا كل شيء، المداخيل متاعنا والمصاريف متاعنا، خاطر كل شيء يعود بالفائدة على المستثمر الفلاحي، ويلزمنا نطوروا في المؤسسة متاعنا بتحسين جودة الحليب وتنوع في الإنتاج معناه. تلقيت تكوين أول مرة نتلقاه، استفدنا منه برشا حاجات اللي ما كناش نعرفوها قبل، من أهمهم هما تعلمنا وحدات القياس الكيل والميزان ومصاريفنا ومداخيلنا، وزاد تنويع الأنشطة. معناها ما نقتصروش على أنشطة واحدة هو الحليب، معناها برشا أنشطة أخرى. بالنسبة لآخر محور الاستثمار هو كيفاش تنجم تاخذ بقرة مؤصلة
اللي هي باش تدخلها في القطيع باش تعطيك اكثر انتاجيه ومردوديه اكثر وباش تدخل اكثر فلوس للفلاح.